هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جايبة قراءة عامة لبرج الدلو، رح أحاول أحكي فيه عن المواضيع عامة، من علاقة عاطفية، من مجال عملي، من الأموال، من أي شيء بيطلع لي بالقراءة رح أحاول أحكي فيها. كذلك أنا حكيت إنه في نبذة من العلاقة العاطفية، الناس اللي بدها قراءة مفصلة عن العلاقة العاطفية، فأنا عاملتها، بعملها كل شهر، وكمان بعمل هالعلاقة العامة أو القراءة العامة. بما يتعلق بالمجال العاطفي أو الشيء اللي بيطلع لي بالعلاقة العاطفية، فممكن ووارد جدا أن تكون قراءة عكسية. بداية يا برج الدلو، عم شوفك بتفكر بأموال ممكن ما أخذتها منذ زمان، أو شخص تدينه له بالأموال، أو تدينه له بعمل خيري، أو تدين له بفعل خير. ممكن يكون هذا الإنسان حبيب، أو يكون زوجك. بتحس حالك أنه مدين لهذا الإنسان من كل الجوانب تبع الحياة. أوكي، صراحة أول شغلة أو الطاقات اللي عم تطلع عندي بهذه القراءة، عم شوفك في روحانية كتير عالية، وفي تغيير. اوكي، لانه عم يطلع لي كذا ورق بيحكي عن الروحانية. بيقول لك هون انه انت عندك القدرة انه تكون روحاني وكذلك عملي، وعندك، عم شوف انه ممكن عندك احاسيس كتير عالية، ستتلقى رسائل. اذا ما كانت روحانية عالية ورح تتلقى رسائل عن طريق التخاطر، عم شوفك ممكن يجيك مسجات من اشخاص بحياتك. اوكي، عم شوف كذلك عندك القدرة انه تتواصل مع اشخاص روحانيا. في كتير طاقة روحانية عم شوف اشعارها بهذه القراءة. عم شوف في تغيير حاصل بحياتك، وهذا التغيير سينتج عليه يعني ظهور، سينتج عليه أشياء جميلة إن شاء الله رح تكون. بيقول لك كمين، هذه نصيحة لك، ما تكون أبدا تقارن حالك مع أشخاص آخرين، ارحم حالك. ما بيقول لك إنه ركز على الحب أو الجانب المضيء بالحب، لأنه رح يضيء لك حياتك. أوكي، عم شوف كذلك على إنه لازم إنه تهتم للموضوع العملي، لأنه عم شوفك عندك القدرة إنه تنجح عمليا وتنجح روحانيا كذلك. بقول لك إنه وجود الحب بحياتك لازمه دائما إيمان، إنه تؤمن بأن الحب موجود وأن العطاء موجود ورح يأتيك هذا الشيء. يعني ما تفقد الأمل أبدا بالحب وبالشخص المناسب، لأنه دائما رح تلاقي أشخاص مناسبين. بقول لك اذهب إلى الأشخاص الذين يحتاجونك بالحياة. إذا مثلا التقيت بكذا شخص ما قدمت له مساعدة وما كان يستحقها، ونكر الجميل تبعك يا برج الدلو، فما تكون مجحف بحق أشخاص آخرين، وقدم المساعدة لكل واحد محتاجة. أنا برج الدلو شخص بحب إنه يساعد الناس، بحب إنه يكون سند لكثير من الناس. هو شخص يجمع بين النجاح العملي، ويجمع من بين النجاح الروحاني والمساعدات الخيرية. شخص كتير طيب، ممكن يشيل لقمة من تمه بيعطيها لشريك آخر، لإنسان آخر. طاقته كتير حلوة لهذا الإنسان. عم شوف كذلك على أنه ممكن أنت طاقتك بهذا الوقت معطاء، محب، تعطي للناس كتير، تقدم عطاءات للناس كتير. ممكن ما تلاقي استحسان، أو ما تلاقي ناس فيهم يعني ما عندهم خير، أو منهم شبعانين إذا بدنا نقول، بس لازم تعطيه، لازم تعطي، لأن العطاء يعطي العطاء. ممكن ما يأتيك من ذات الشخص، أو من ذات الإنسان. ممكن يأتيك الخير من
أشخاص أخرى بالحياة، أو يأتيك بظروف أو شكل آخر. كذلك عم شوف على أنه ستتغير الأمور للأحسن، أنه الحياة رح تجلب لك كتير أشياء حلوة، لأنه أنت داخلك حلو ولبك حلو، رح يأتيك الخير إن شاء الله. كل الأشياء اللي انتظرتها مطولا وطويلا ستأتي، ستأتي ببطء لا أنكر، لأنه الكنايت أوف بنتيكلز ما بيأتي بسرعة، مش يعني الأشياء رح تأتي بشويش شويش، بس يعني رح تأتي ورح تحصل لإلك سعادة داخلية كتير حلوة. ما تفكر أبدا أو ما تهتم للناس الخائنين أو الناس اللي ما عندهم حس روحاني أو حس جميل، أو ما عندهم هذا العطاء، ما تهتم فيهم أبدا، لأنه أنت داخلك جميل. عم شوف أنه الخير سيأتي إليك، يعني كأنه أنت كل ما زرعت خيرا سيأتيك خيرا، ورح يأتيك ممكن من أبواب أخرى، ممكن يأتيك من رح يأتيك رزقة طيبة. عم شوف إذا بدك الناس اللي عم تدرس كذلك، عم شوف في نجاح بالدراسة، عم شوف اهتمامات، عم شوف في حب، عم شوف نجاح مادي، يعني رح تأتيك رزقة طيبة من عند الإله، لأنه أنت طيب، تعطي تأخذ، لأنه عادة بتعني كمان العطاء والأخذ، يعني كل ما عطيت خير كل ما أتاك خير. يعني كأنه هذه الأوراق كلها تحث كبرج الدلو على أن تقدم على كل ما هو خير وكل ما هو عطاء إنساني. يعدك الورق أو الطاقة تعدك يا برج الدلو أنه سيكون عطاء وخير وتغيير للحظ، يعني الحظ سيكون معك بكل شتى حياتك، من نجاحات يعني مادية مالية من كل شيء، رح تحصد كثير أشياء جيدة، بالرغم من إنه بتحس الأمور مكركبة بحياتك وممكن يكون فيها مشاكل، بس الأمور ستؤول إلى نجاح. ممكن يكون في زواج، ممكن يكون في تحقيق لأحلام سعيت إليها مطولا، بس رح نشوف الأمور تتحقق بإذن الله. رح أحاول شوف إذا بدنا نشوف شوي عن العلاقة العاطفية. عم شوف في تواصل مع شخص، عم شوف في conversation، في حكي، عم شوف في اهتمام أكثر بالمال، بالكارير، بالفلوس. عم شوفك عم تمضي وقت جميل مع أحد بتحبه أو مع إنسان طيب. ممكن العلاقة العاطفية ما عم شوفك شوي تميلوا إليها، لأنه عم شوف فقط حكي، في وقت رح تستمتع فيه، عم شوف في اهتمام بالمال، طاقة تنصب على هذه الاتجاهات أكثر. رح تتعلم أنه العطاء رح يعطيك. ممكن بقول لك كمان بهذه الورقة أنه رح تحصد العطاء، رح تحصد الأشياء الجميلة، يعني عم شوف الطاقة اسم الله حلوة لبرج الدلو، يعني عم شوف تقريبا القراءة كانت عن العطاء، عم شوف في نصر الحمد لله، عم شوف في ممكن كذلك إذا حسيت إنه الحياة شوي ما كانت منصفة بالنسبة لإلك، وكنت حاس حالك كنت بمكان عالي وبمنصب عالي، وخسرت هذا المنصب، أو كنت مع شخص ذو منصب عالي وخسرت هذا الإنسان، وكان حسيت حالك منهزم، فأنا عم شوف إنه الاستقرار سيعود إليك، وإنه عم شوف كذلك في وعد بالنصر. كيفما كانت الأمور عم شوف في وعد بالنصر، عم شوف كذلك تتلقى رسائل من أشخاص ممكن يكونوا من برج الثور أو من برج الدلو أو من برج الحوت كذلك.
هنشوف في تحفظ من ناحيتك ومن ناحيتهم، ممكن بحبوك بدهم يحكوا معك بس متخوفين من ردة فعلك، ممكن انت كنت جدع جدا معهم، كنت عم تتصرف بخير وعطاء كتير عالي، بس هن ما قدروا هذه الصفة فيك، وبحسهم ندمانين على فكرة، ندمانين انه خسروا هيك شخص بمميزات كتير عالية. هذا كل شيء بيطلع لي يا برج الدلو. أتمنى لك الخير والله يرزقك بكل نية طيبة فيك يا برج الدلو، ويرزقك المئات والآلاف من الخير إن شاء الله، ويرزقك كل الخير والمسارات بحياتك. أتمنى لك يا برج الدلو كل الخير والمسارات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.